ويا مساء الفل والسعادة على حضراتكم. النهاردة حلقة جديدة ويوم جديد. خلاص كل سنة وانتم طيبين، قربنا جدا على عيد الأضحى المبارك، وعايزين كلنا نهتم بصحتنا، واعتقد ان دي فرصة حلوة قوي في الأجازة، في وقت الأجازة، ان كل واحد يبص على نفسه، يبص على صحته، اللي ناقصه فيتامين معين، اللي ناقصه حديد، اللي ناقصه زنك، اللي ناقصه أي مضاد أكسدة أو أي معدن، يقدر دلوقتي في الأجازة دي ان هو يحسن من صحته. طب ازاي هنقدر نحسن من صحتنا؟ ازاي هاخد اي فيتامين كده من الصيدلية والسلام؟ لا طبعا، لان اخذ الفيتامينات الغلط ومضادات الاكسدة بزيادة عن حدها بتقلب لحاجة اسمها هايبر فيتامينوزز، او مصطلح كده احنا عارفينه كدكاترة انه الفيتامينات لما بتزيد بيبقى ليها اثار جانبية برضو، الحاجة مش في كترها، الحاجة ازاي اخد الحاجة الصح في الوقت الصح. طب ازاي اعرف اللي ناقصني؟ ازاي اعرف جسمي محتاج ايه؟ هو ده اللي هكلمكم عليه في الفقرة دي مع القيمة والقامة العلمية المتميزة الحقيقة اللي منورنا النهاردة وساعدنا بوجوده وفضلنا شوية وقت كده علشان يفيدكم ويفيدني أنا شخصيا كمان. معانا دكتور محمد جلال العراقي، صيدلي وخبير في التغذية العلاجية والعلاج بالأدوية الطبيعية، معتمد من الأكاديمية الأمريكية الدولية. منورنا يا دكتور. بنور حضرتك، وكل سنة وحضراتكم طيبين ومصر كلها بخير وفي أحسن حال يا رب. بنشكر حضرتك يا دكتور على تشريفك لينا، وخلينا بسرعة كده نسألك أول سؤال بيجي على بال أي حد بيتفرج علينا دلوقتي. أنا عايزة صحتي تبقى حلوة، عايزة فورمة الساحل أجهز ليها كمان وأقوي الكتلة العضلية، عايزة أعرف إيه اللي ناقصني من الفيتامينات وإزاي أعرف أخدها والجرعة بتاعتي، تقول لهم إيه يا دكتور؟ أنا النهاردة طبعا بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وكلنا مستعدين ما شاء الله، طبعا هنطلع على الساحل على طول وهناكل وهنفتري في الأكل. فعايزين من دلوقتي نبتدي بقى نعمل معدلات الساعة الحيوية، نتابع شوية وزننا، نخلي بالنا ان في شوية حاجات بسيطة جدا ممكن لو بدأنا نعملها من دلوقتي مش هيحصل ان احنا نفقد السيطرة. طيب احنا موضوع الحلقة النهاردة لو احنا هنتكلم بقى عن الفيتامينز، المكملات، المنشطات، البادي بيلدينج اللي هي الترند اللي كل الناس بتهتم بيه دلوقتي، صحيح، عايزين يعني نقول بعض المصطلحات البسيطة اللي ممكن من خلالها نحط ايدينا على المشاكل اللي كانت في خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا. أيوة. ناس كتيرة وشركات كتيرة ما شاء الله عملت مكاسب خرافية من الفيتامينات، واللي كتير منها ما كانش فعال وما كانش له اي اساس علمي في استخدامه. صح. مع الحالات المرضية او حتى ايفن مع الحالات العادية اللي هو بياخدها عشان يحمي او يعمل وقاية، وللأسف ما بتعملش الاثر الطبي الملموس. فين المشكلة؟ المشكلة ان احنا زي ما حضرتك دلوقتي تفضلتي وسألتيني هنعرف ازاي؟ صحيح، عندنا في اكتر من جهاز وده موجود في صيدليات العراقي. الجهاز ده بيعمل سكان لكل الفيتامينز والمينرالز اللي موجودة في الجسم. دي صيدليات متخصصة موجودة دلوقتي في جمهورية مصر العربية يا جماعة، والدكتور هو صاحب هذه الصيدليات، فيقدروا يتكلموا على أرقام معينة يا دكتور، يسألوا الدكاترة، لأن المعلومات، أنا دايما بقول يا جماعة المعلومات دي قيمة قوي، مش أي حد ومش كل من هب ودب، أصل جارتي قالت لي، أصل صاحبتي قالت لي، فحضرتك أشرت النقطة مهمة إنه دكاترة متخصصين تحت إشراف حضرتك طبعا. بالظبط كده. احنا عندنا يعني فريق من الصيادلة المدربين وتعاقد مع اكبر الشركات العالميه في مجال التدريب وفي مجال الخدمه الصحيه العامه، يعني كمان احنا عندنا بفضل الله توكيلات دي بنجيب بيها اكتر المنتجات اللي بيكون فيها براءات اختراع، بيكون فيها انوفيتيف بروسيس في الفورميوليشن، في السيلينج، في التخزين، كل ده احنا موجود في فروعنا، زائد ان اللي موجود من الصيادله في الفروع هتلاقيه مدرب على الرد على كل استفسارات الساده المواطنين وعملائنا الكرام. طبعا انا بقول تاني باكد على حضرتك ان في عندنا اجهزه انبادي، في عندنا اجهزه كوانتم، الاجهزه دي ممكن نقيس من خلالها احنا محتاجين ايه، هل احنا عندنا نقص في بعض الفيتامينز، هل احنا عندنا نقص في بعض المينرالز، محتاجين ناخد مش محتاجين، الكلام ده كله مهم جدا ويعتبر هو حجر الاساس في استخدامنا عشان ما يحصل لناش اثار جانبيه. والدكاتره اللي موجودين في الصيدليه يا دكتور هيوجهوا الناس اللي هتتصل دلوقتي انهم ياخدوا الفيتامين الصح او المكمل الغذائي، يبعتوا لهم المنتج الصح لحد باب البيت. بيرفكت، بالظبط كده. احنا عندنا كمان كونسبت جديد في مجال المكملات وهو الالكترولايتس، احنا بنقول للناس نشرب ميه، بنقول للناس ناخد فيتامينز، ولكن احنا الاساس
واللي هو لو اتكلمنا في طب مبني على الدليل دايما لو خدنا المينرالز والفيتامينز من الوجبات الصحيه بيكون افيد للجسم. وده في فيتامينز كتيرة جدا زي ما حضرتك اشرتي وقلتي نقطة مهمة، ممكن يحصل منها توكسيستي، ممكن يحصل منها سمية زي فيتامين A، فيتامين E، فيتامين A والفيتامين E والفيتامين D. دي فيتامينز بتدوب في الدهون، دي لازم ليها جرعات محددة، مش اي حد يا جماعة بناخد كميات بناء على حاجة شفناها على سوشيال ميديا او ريفرنس شفناها على مكان جار او زميل ممكن يكون هو حالته غير حالتي. فاحنا النهارده بناكد في مثلا كونسبت جديد في المجال عندنا دلوقتي اسمه الكترولايتس. الكترولايتس دي اهمها الصوديوم والبوتاسيوم. الصوديوم والبوتاسيوم دول من اكتر الحاجات اللي موجوده في السوائل واللي ممكن ترجع لنا تاني الاكشن بوتنشال، ويرجع لنا يعمل ريكفري بسرعه جدا للعضلات ولكل اجهزه الجسم وانسجه الجسم، ويحصل لنا شعور عام بالويل بينج بتاعنا يبقى في منتهى النشاط والحيويه. طيب خلينا يا دكتور نيجي بقى مع حضرتك في نقطه مهمه قوي، وهي الستات اللي بتتفرج علينا اللي عايزه ترجع نفسها شباب. بتسمع بقى كتير عن جلسات ما اعرفش النضاره في عياده ايه، جلسات ما اعرفش ميزوثيرابي فين، جلسات ما حاجات كتيره. احنا عايزين حاجه بديله للكلام ده، يجي لنا لحد البيت نلاقي المندوب كده جاي بيخبط علينا باب الشقه، اتفضلي الفيتامين ده او المكمل الغذائي ده هيدي نفس نتيجه جلسات نضاره البشره. هل ده ممكن وموجود عند حضرتك في الصيدليات؟ بالفعل احنا عندنا كتير من الشركات العالميه واللي ليها براءات اختراع والحمد لله موجود دلوقتي في صيدليات العراقي وموجود في مصر بشكل حصري في العروض. أيوة. احنا عندنا في منتج من المنتجات، انا يعني مش هقول اسمه بقى عشان احنا النهارده ما يبقاش في مشكله كاعلان، ولكن اي حد يشرفني بالاتصال. أيوة. المنتج ده مكوناته كلها طبيعيه، في منه للرجال وفي منه للنساء. حلوة. الاساس فيه ان هو بيحافظ على البشره والشعر والاظافر. طب ايه المكونات اللي فيه؟ في اكتر من مكون طبيعي من ضمنه الصويا زوفلافون، من ضمنه الاي تي بي، الاي جي بي، يعني مكونات كلها مجدده للطاقه، ما هياش فيتامينز بالمعنى العادي او بالمعنى الحرفي، ولكن عندنا فيها سورس طبيعي بناخدها، جسم بيتعامل معاها بمنتهى السلاسه، مفيش منها او اوفرلود، مفيش منها ضغط على الجسم وعلى اجهزه الجسم، وبنستفيد منها بالشكل اللي احنا عايزينه. والاساس طبعا ان هو بيرجع الحيويه والنشاط، وبيبتدي يساعد على منع تساقط الشعر وانبات الشعر تاني وتجديد خلايا البشره، وخصوصا في الاماكن اللي فيها تجاعيد. وده برضو ممكن طبعا زي ما حضرتك يعني تفضلتي وقلتي لي بنحمي نفسنا منه في الصيف بشكل اساسي عشان درجه الحراره واشعه الشمس. المنتجات دي يا جماعة حصري موجودة، هتطلبوها من خلال الأرقام اللي ظهر قدام حضراتكم على الشاشة، رقم موبايل دكتور محمد العراقي شخصيا موجود دلوقتي على الشاشة، تقدروا طبعا تتصلوا وتستشيروه في أي استشارة طبية وهيوجهكم ناحية المنتج الصح. وكمان أرقام الهوت لاين للصيدليات، مجموعة صيدليات العراقي. ليكوا أي صفحة يا دكتور على التواصل الاجتماعي الفيسبوك بحيث ممكن يتواصلوا معاك إلكترونيا يعني؟ احنا لينا صفحة صيدليات وستورز العراقي، حضراتكم يعني تفضلتم يا موجودة دلوقتي. احنا ممكن بنشحن لكل محافظات الجمهورية، وبفضل الله لينا تواجد على مستوى المحافظات كلها. طبعا احنا في توكيلات حصرية وعاملين عروض بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يعني أقل حاجة هتبقى باي وان جيت وان. ده هدية لحضرتك والمتابعين حضرتك فرحنا، واللي نتمنى ان احنا نقدم بيها هدية للشعب المصري عشان يعني نبقى خففنا عنه وادخلنا عليهم السرور في وقت زي ده، وخصوصا في الصن بلوكات بقى، الصن سكرين كله. الله. واحنا عندنا كونسبت جديد في الصن سكرين، عندنا في صن سكرين برضو يبقى مفاجأة ولأول مرة بيبقى متواجد في مصر وبتكنولوجيا أسبانية، ده فيه 7 فلاتر. الله. الصن سكرين ده 7 فلاتر فيزيكال، ومن الحاجات اللي بتعمل حماية ووقاية بكونسبت جديد اللي هو البورتكت. البورتكت ده بيعمل زي ريفايننج للبورز، المسام بتاعت البشره، بيضيق المسام، ودي بالزبط. مشكله كبيره جدا يا دكتور. بالزبط. المسام الواسعه بنحط لها فاونديشن ونحط لها بي بي كريم ونحط لها كونسيلر عشان نحاول نضيق المسام، فده حلو انه موجود في الصن سكرين وبيقلل التجاعيد. الله. اللي هي السبب الرئيسي فيها هو اشعه الشمس المباشره والاشعه الضاره من اشعه الشمس، فده برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنقدمه كهديه، مع طبعا سبلمنتس زي الكولاجين، زي البيوتين، زي السيلينيوم، الزنك بكل انواعه. دي كلها فيتامينز ومينرالز ومكونات طبيعيه هتلاقوها متواجده عندنا ان شاء الله، وكلها بعروض حصريه، ونتمنى بس باذن الله انها دايما تستخدم في المجال الصح. تحت امركم في اي استفسار خاص بالجرعات
اتمنى بس ان احنا كل فيتامينز بناخده او كل مينرال لازم نبعده عن اي مكون فيه صبغات او الوان صناعيه زي الحاجات المشروبات الغازيه زي ممكن برضو الشاي والقهوه لانه بيمنع امتصاص الفيتامين والمينرال. وباكد على الالكترولايتس. الالكترولايتس يا جماعه كونسبت جديد وترند جديد. صوديوم البوتاسيوم مش مجرد شرب ميه وخلاص، احنا لازم نشرب سوائل فيها الالكترولايتس، هترجعنا تاني شباب فعلا. بنشكرك يا دكتور. للاسف فقرتنا خلصت بسرعه. بنشكرك جدا وشكرا على المعلومات القيمه اللي امدتنا بيها، وان شاء الله على وعد من حضرتك بلقاء تاني باذن الله. أنا اللي بشكر حضرتك، وكل سنة وحضراتكم طيبين، واتبسطت جدا كنت معاكم النهارده. شكرا لحضرتك. لكل سعداء الحظ اللي بيتفرجوا دلوقتي علينا، تقدروا إن أنتوا تحصلوا على الصن سكرين الحصري اللي موجود في مجموعة صيدليات العراقي، وكمان الفيتامينز والمكملات الغذائية، وكلها منتجات مش موجودة غير بس في صيدليات العراقي، من خلال الأرقام اللي ظاهرة قدام حضراتكم على الشاشة. ولكل مشاهدين برنامج جو هيلثي ليكوا هدايا حصرية، زي ما دكتور محمد قال لنا انه ليكوا هدايا حصريه، اقلها تشتري منتج هتاخدي منتج تاني هديه، بس كلمه السر قولوا جو هيلثي، وعلى طول الدكاتره اللي هناك هيساعدوكوا ويدوكوا الهدايا والمفاجآت اللي موجوده في صيدليات العراقي. تعالوا نطلع فاصل سريع جدا ونرجع لكم بعد الفاصل، وفقره مهمه جدا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعاد الفقره اللي كلكم بتستنوها، ازاي اخس بصحه. بصوا بقى، في ناس كتيره قوي دلوقتي بتتفرج عليا تقول لك ايه، انا عايزه اخس قبل العيد، عايزه اخس قبل ما ادخل على لحمه الخروف ولحمه الضاني والحاجات اللي بتزود في الوزن، واتخن زياده عن الايه الوزن اللي انا اوريدي لازم اخسه. في ناس تقول لي لا بقى، ده انا عندي مشكله تانية مختلفه. طب ايه المشكله؟ تقول لك انا بمجرد ما بقعد في البيت فتره الاقي نفسي زدت في الوزن، واحنا داخلين على اجازه طويله حوالي اسبوعين هقعدهم في البيت من غير شغل ومن غير نزول، فهلاقي نفسي هزيد في الوزن، وانا عايزه احصن نفسي من زياده الوزن يعني احافظ على وزني. يبقى احنا هنا بنتكلم على ثلاث فئات. اول فئه، الفئه اللي عايزه تخس، ودي تقريبا 90% من الناس اللي بتتفرج علينا. الفئه الثانيه اللي هي حوالي 5% اللي عايزه تحافظ على وزنها وخايفه لا تتخن في الفتره اللي جايه، فتره اللحمه الضاني والحلويات في الاعياد. وفي ناس ثالثه بقى تقول لك اطفال عندهم سمنه وعايزين يخسوا. هنوجه رساله للثلاث فئات اللي موجوده دي. اول فئه، خلوني بقى في الاول كده اكلم الناس اللي عايزه تخس. الناس اللي عايزه تخس دي فرصه حلوه جدا من هنا لحد العيد، علشان تقدروا تنزلوا الوزن الزياده بمنتهى الامان، بمنتهى الصحه، بمنتهى الجوده، وبفاعليه بنسبه 100%. طب انا هخس لوحدي؟ لا، هتخسي مع دكتور هيتابع معاكي مره كل اسبوع مجانا، من خلال الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه. الارقام اللي قدامكم دي هي ارقام الفريق الطبي الخاص بكورس الوان سليم، الكورس رقم 1 في مصر. قبل ما ابدا كلام على اي حاجه في الكورس، هينزل قدام حضراتكم دلوقتي على طول تصريح وزاره الصحه المصريه لكورس الوان سليم. انا ما بتكلمش على حاجه غير لازم تكون امنه تماما، غير لازم تكون 100% امان وصحه وسلامه لكل الناس اللي هتاخد الكورس. طيب، تصريح وزاره الصحه المصريه قدام حضراتكم بختم النسر. التصريح ده على كورس الوان سليم انه كله مواد طبيعيه امنه 100%، ينفع اي حد يستخدمه، كبار صغيرين، اطفال، رجال، ستات، الناس اللي عندها امراض الغده، الناس اللي عندها الضغط، الناس اللي عندها السكر، كل حد يقدر يستخدم كورس الوان سليم بمنتهى الامان ومنتهى الفاعليه. كمان التصريح بيقول لي ان كورس الوان سليم هينزلنا في الوزن ويخسس من 15 كيلو ل 20 كيلو في الشهر الواحد مع مكونات طبيعيه 100%. طيب، نبدا مع بعض نشوف ايه كورس الوان سليم. ما اعتقدش ان حد بيتفرج عليا دلوقتي مش عارف ايه هو كورس الوان سليم. لازم يا يكون هو اخده، يا يكون حد من صحابه خده، يا يكون حد من جيرانه جربه، يا يكون حد من محيط العيله عنده جربه، الاب او الام او الجد او الجد، اي حد هتلاقي حد لازم في عيلتك جرب كورس الوان سليم وخس عليه بال20 وال30 وال40 كيلو. طيب، امبارح الحقيقه كان في مكالمات كتيره جدا لناس عايزه الكورس المكثف اللي هو عليه خصم 60%، وللاسف على نص الحلقه
كان ال 100 كورس خلص النهارده، مكملين معاكم اللهم اني بلغت اللهم فاشهد. الناس اللي عايزه الكورس المكثف اللي عليه خصم 60% تتصلوا دلوقتي حالا على الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. الناس امبارح اتصلت الحقيقه ما حجزوش للنهارده وبكره، ده حجزوا للاسبوع اللي جاي. ناس كلمتني تقول لي انا عايزه الكورس الخميس اللي جاي، انا عايزه الكورس يجي لي الاربع اللي جاي اكون جمعت الفلوس. فدلوقتي تقدروا تتصلوا من خلال الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، ممكن الكورس يجي لك النهارده بكره بعده ممكن كمان 3 4 ايام على حسب الامكانيه بتاعتك. بس تلحقي الكورس بالعرض اللي عليه خصم 60%. هتاخدي كام منتج؟ هتاخدي 6 منتجات. 6 منتجات يفضلوا معاكي 3 شهور متواصله، هتطلبيه النهارده هيفضل معاكي لحد تقريبا نص 9 خلاص. فالكورس ده بالست منتجات هينزلوكي في الشهر الواحد من 15 ل 20 كيلو نزول في الوزن. هتنزلي لوحدك؟ لا، هيبقى معاكي دكاتره بتتابع اول باول مره كل اسبوع مجانا. طيب ايه شكل الكورس؟ عايزين نشوف شكل الكورس. طيب ممكن اقول لك الصور قدامكم اهي على الشاشه، وهو ده الكورس المكثف، بس انا مش هعمل كده. انا هوريكو كورس الوان سليم قدام حضراتكو على الشاشة مباشرة بشحمه ولحمه ودمه. زي ما انتوا شايفين كده، ده كورس الوان سليم اللي قدامكو، ده هو الكورس المكثف اللي عليه خصم 60% النهاردة لاول 100 متصل لو اتصلتوا على الارقام اللي ظهر قدامكو على الشاشة، ويا رب ان شاء الله تلحقوا العرض. ده بيبقى عبارة عن كورس زي ما انتوا شايفين كبسولات الوان سليم اللي هي الكبسولات البيضة، علبتين من كبسولات الوان فيت اللي هي الكبسولة العلبة الحمراء، علبة من كبسولات الوان بيرفكت اللي هي العلبة الخضراء، معاكوا كمان هديتين، كريم شد الترهلات دي أول هدية، كمان الفيتامين ده تاني هدية. 6 منتجات هيفضلوا معاكوا 3 شهور، هتنزلوا في الشهر الواحد من 15 ل 20 كيلو لأي حد هياخد الكورس، رجالة، ستات، أطفال، كبار السن، الناس اللي عندها ضغط أو سكر أو أي مرض مزمن. طب سؤال بيجي لي، تقول لي يا دكتور حنان أنا ممكن آخد كورس الوان سليم وهيخسسني وما أخدش دواء الضغط بتاعي. لأ، هتاخدي دواء الضغط، هتاخدي دواء السكر، هتاخدي الأدوية بتاعت الأمراض المزمنة. عشان امبارح انا كنت بقول انا مش عايزاكم تستخدموا منتج تخسيس مع كورس الوان سليم تاني، فالناس فهمت ان انا هستغنى عن الادويه كلها. لا، اي حد بيتفرج علينا عنده الضغط، عنده السكر، عنده الغده، هتاخدي ادويتك عادي خالص، وهتاخدي معاها كورس الوان سليم. طيب الناس اللي بتاخد منتج بيخسس تقولي اخده مع كورس الوان سليم؟ لا، كورس الوان سليم بالست منتجات كافلين تماما ينزلك من 15 ل 20 كيلو في الشهر. هتلحقوا العرض ازاي؟ الارقام اللي ظهر قدامكم على الشاشه دي ارقام دكاترتنا، دكاتره كورس الوان سليم، الدكاتره يا جماعه اللي خريجي طب وصيدله ومعاهم كورسات ودبلومات في مجال التغذيه العلاجيه، بيتابعوا معاكم مره كل اسبوع مجانا، وبيتابعوا معاكم اول باول لحد ما توصلوا للوزن المثالي وتقولوا لهم السلام عليكم شكرا احنا كده وصلنا للوزن المثالي. طيب تعالوا نتكلم مع بعض بقى على كورس الوان سليم والمنتجات بتاعته وازاي بيخسس من 15 ل 20 كيلو في الشهر الواحد. تعالوا مع بعض نشوف. انا عندي كبسولات الوان سليم اللي هي العلبه البيضاء. العلبه البيضاء يا جماعه دي بقى من احلى المنتجات اللي موجوده اللي تقدر تعمل لك 3 حاجات. واحد، هتحاول تعمل لك ايه؟ بتقلل لك امتصاص الدهون اللي موجوده في الجسم. يعني انا دلوقتي قدامي طبق محشي ونفسي اكله، مش هينفع اكله؟ لا هتاكليه. طب ازاي؟ هتاخدي كبسوله قبل طبق المحشي ده بنص ساعه وكلي زي ما انت عايزه، مش هتتخني، مستحيل تتخني. طيب انا دلوقتي واحده عايزه اكل صينيه كنافه، نفسي قوي في الكنافه، هينفع اكل كنافه؟ اه طبعا ينفع، تاكلي كل اللي انت عايزاه، بس هتاخدي كبسوله الوان سليم قبل ما تاكلي الكنافه بنص ساعه وتشربي كوبايتين ميه. طيب الكبسوله دي هتعمل ايه؟ اول حاجه هتعملها هي ان هي هتمنع الجسم انه يمتص الدهون اللي موجوده في الاكل سواء كان المحشي او الكنافه. طب ازاي؟ لان هو بيخليش الشيتوزان، في ماده اسمها الشيتوزان اللي هي بذر القطونه، دي بتمنع يا جماعه امتصاص الدهون اللي موجوده في الاكل، فتلاقي نفسك بتاكلي والدهون مش بتتراكم في الجسم، امال بتروح فين؟ هتنزل في عمليه الاخراج بتاعه الانسان، فبالتالي مفيش حاجه بتفضل في جسمك، مفيش دهون بتفضل في جسمك، فبالتالي ما بتتخنيش.
طيب دي اول حاجه بتعملها كبسولات الوان سليم. تاني حاجه بتعمل حاجه مهمه قوي ان هي بتعلي معدل حرق الجسم للدهون، لان بيبقى فيها ماده اسمها مستخلص الشاي الاخضر وماده اسمها مستخلص القهوه الخضراء اللي فيها حمض الكلوروجينيك، ده بيعلي جدا معدل حرق الجسم للدهون، فبالتالي الحرق بتاعك بيزيد، الدهون المتخزنه هتتحرق وتخرج بره الجسم فبتخسي. دي تاني حاجه بيعملها انه بيرفع معدل الحرق. اول حاجه ان انت بتاكلي كل اللي نفسك فيه ومش هتتخني لانه بيمنع امتصاص الدهون اللي في الاكل مع الجسم. رقم 3 ودي نقطة مهمة قوي، هيزود لك الكتلة العضلية بتاعتك. طب دي بتفرق معايا في ايه؟ دي بتفرق جدا في شكل الجسم. انت دلوقتي عايزة تخسي وعايزة شكل جسمك يبقى حلو، عايزة تخسي ومش عايزة ان انا يبقى ليا كرش، مش عايزة يبقى ليا دراعات، مش عايزة يبقى ليا ترهل. طب الحل هنا اني باخد كبسولة الوان سليم قبل الاكلة بنص ساعة زي ما قلتلكم، هتزود معايا الكتلة العضلية. ليه؟ ايه المادة اللي موجودة بتعمل كده؟ مادة اسمها CLA او conjugated linoleic acid. المادة دي بتتاخد كبسولات للناس الرياضية بعد ما بتلعب الرياضة او بعد ما بتروح الجيم عشان تزود معاهم العضل، فانا هزود لك العضل بتاعك في كبسولة الوان سليم. يبقى كبسولة الوان سليم هتخسي تمام وهزود العضل وهزود لك الحرق، مفيش احسن من كده. اكنك عملتي عمليه شفط وعمليه نحت للجسم ولعبتي رياضه. شكرا، انا كده مش عايزه حاجه. طيب حاجه ثانيه عايزه اقول لكم عليها، ان كبسوله الوان سليم يا جماعه مصنوعه في بريطانيا، لو قلبتوا العلبه بالشكل ده تمام هتلاقوا كل المكونات بتاعتها موجوده او متجابه من انجلند اللي هي بريطانيا، هتلاقوا العلم كده زي ما انتم شايفين اهي، ومش بس الوان سليم، الوان فيت والوان بيرفكت كمان. شايفين ده العلم وهتلاقوا مكتوب تحتها Made in England تمام؟ طيب ندخل على الكبسولة التانية وهي كبسولة الوان فيت. الوان فيت بقى حكايتها حكاية، ليه؟ عشان هي بسميها قنبلة نسف الدهون. كل واحد بيتفرج عليا دلوقتي عارف ان في منطقة في جسمه مش عايز الدهون اللي فيها، عايز يعني لو أمنية حياته جاله مصباح علاء الدين كده وقال لك أنا نفسك في إيه؟ أول حاجة هتقوليها أنا نفسي أروح أعمل عملية شفط لدهون البطن، أو حد تاني يقول ده أنا نفسي ما يبقاش عندي دراعات، حد تالت يقول ده أنا نفسي ما يبقاش عندي أرداف. الأحلام دي كلها هتتحقق مع قنبلة نسف الدهون اللي هي العلبة الحمراء اللي هي كبسولات الوان فيت. الوان فيت بقى دي بتعمل ايه؟ اي دهون في منطقة البطن اللي هو الكرش، في منطقة الارداف، في منطقة الدراعات، في منطقة تنيات الظهر، في منطقة اللغد، في منطقة الارداف، او في منطقة سمنة الرجل، هتقدروا دلوقتي تمشوها خالص وتنسفوها خالص وتفجروها خالص مع كبسولة الوان فيت اللي قلتلكوا عليها اسمها التاني قنبلة نسف الدهون. كبسولات الوان فيت بيبقى فيها مادة يا جماعة اسمها عشبة نبات الزعرور اللي هي الهاوثورن. الهاوثورن دي بتبقى عبارة عن ايه؟ نبات يا جماعة بينسف الدهون اللي موجودة في الجسم وخصوصا اللي في الكرش والأرداف تمام. طيب كمان الوان فيت بيبقى فيها ماده ال كارنيتين، وال كارنيتين بتزود لي العضل برضو، يعني هتخلي شكل الجسم حلو. طيب كمان الوان فيت بيبقى فيها السيليوم هاسك. ايه السيليوم هاسك؟ اللي هو قشور نبات السيليوم اللي هيسد معايا الشهيه لمده 24 ساعه. يعني كبسوله من الوان فيت هتاخديها قبل الفطار بنص ساعه اليوم كله انت شبعانه، ممكن ما تاكليش خالص، بس انا دايما بقول اللي هياخد كبسوله الوان فيت يخلي باله. نفسك هتتقفل عن الاكل مش هتبقي عايزه تاكلي، بس ده مش معناه انك تفضلي طول اليوم من غير اكل، مش هينفع. حاولي تخصبي على نفسك وتاكلي اي حاجه ولو خفيفه علشان تقدري ان انت تمشي بقيه يومك او تعملي المجهود بتاعك اللي انت متعوده انك بتعمليه كل يوم. طيب فكبسوله الوان فيت بتسد معايا الشهيه طول اليوم. ماشي، بناخدها امتى؟ قبل الفطار بنص ساعه وبنشرب وراها كوبايتين ميه. نيجي بقى لكبسوله الوان بيرفكت. الوان بيرفكت، بس قبل ما اقول لكم كبسوله الوان بيرفكت واكلمكم عليها، تعالوا نشوف العرض النهارده. كورس المكثف عليه خصم 60%. طيب ازاي يوصلني الكورس؟ من خلال الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، هيوصلكم 6 منتجات عليهم خصم 60%. هتاخدوا كبسوله الوان سليم اللي هي العلبه البيضاء، هتاخدوا علبتين من العلبه الحمراء اللي هي الوان فيت،
هتاخدوا علبة من الوان بيرفكت اللي هي العلبة الخضراء عليهم خصم 60%، وهديكوا هديتين كريم شد الترهلات مع كبسولات الفيتامين، وهديكوا هدية ثالثة كمان ان هيكون معاكم متابعة مجانية مع الدكاترة مرة كل اسبوع مجانا، وهدية رابعة كمان ان الشحن النهاردة والتوصيل مجانا لكل محافظات مصر. تقدر يوصل لكم العروض من خلال الارقام اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة او الواتساب لنفس الارقام او صفحات الفيسبوك. معانا عرض تاني لكورس الثلاث شهور عليه خصم 50%، ده بتاخدوا علبة واحدة من كل دواء. كبسولات الوان سليم، كبسولات الوان بيرفكت، وكبسولات الوان فيت، وبتديكوا هديتين كريم شد الترهلات مع الفيتامين، وده بيكون عليه خصم 50%، بيكفيكم لمده 3 شهور. معانا كمان كورس الشهرين عليه خصم 40%، بتاخدوا كبسولات الوان سليم مع الوان فيت بخصم 40%، وبتاخدوا هديتين كريم شد الترهلات مع الفيتامين. ومعانا كورس الشهر عليه خصم 30%، ده بتاخدوا يا جماعه فيه كبسولات الوان سليم بخصم 30%، ومعاكم الفيتامين هديه. طيب مين معانا؟ منى. ازيك يا منى؟ الو، عامله ايه يا منى؟ الحمد لله حضرتك. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، انا بحب حضرتك جدا. حبيبتي وانا بموت فيكي، قولي لي بتكلميني من محافظه ايه؟ الجيزه. اهلا بيكي واهلا بكل اهل الجيزه. اتفضلي استفسارك عن ايه يا منى؟ انا بس كنت بحب اشكر حضرتك جدا، واشكر الفريق، واشكر الدكاتره كلهم اللي وصلوني للمرحله اللي انا فيها دي. الحمد لله. انت خدتي كورس الوان سليم وخسيتي عليه؟ اه خدت كورس الوان سليم. خسيتي عليه كام كيلو يا منى؟ خسيت عليه 20 كيلو. ما شاء الله. في وقت قد ايه؟ 3 شهور. 3 شهور نزلتي عليه 20 كيلو، ما شاء الله. هنسقف لك يا منى. قولي لنا بقى لما نزلتي الوزن ده كله ما شاء الله ونمسك الخشب، حسيتي بأي آثار جانبية؟ حصلت لك أي مشاكل مع نزولك في الوزن يا منى؟ شعرك بيقع، وشك كان فيه تجاعيد كده يعني؟ ده بالعكس، ده حسستني بحاجات كتيرة جدا. الحمد لله. إن أنا حاسة إن أنا ما باخدش أي حاجة، يعني أنا كنت بعمل ريجيم على طول، كان جسمي بيضعف وببقى مرهقة وعايزة أفضل نايمة ومش قادرة أقوم. صحيح. دلوقتي حاسه ان شعرك حلو وبشرتك حلوه وجسمك مش مرهق. حتى جوزي بيقعد يقول لي انت بشرتك بقت ناعمه، يعني او انت عملتي ايه؟ انا عايزه اقول لك يا منى ان بمناسبه البشره يا جماعه، بمناسبه انه بيدي نضاره وحياه للبشره، كان في عميله كان اسمها سما، بسلم عليكي يا سما لو بتتفرجي علينا دلوقتي. كانت تقول لي ايه يا منى؟ انا خسيت، نزلت معايا 30 كيلو، بعد ما خسيت 30 كيلو تقول لي انا نفسي ارجع. انا بعد ما خسيت انا نزلت ال 30 كيلو، بعد شهر ما رجعتش الحمد لله الوزن ولا حاجه، بس حاسه وشي اتطفى كده، يعني عايزه من كتر ما انا حبيت الكورس وكان بيديني نضاره لوشي عايزه اكمل عليه. قلت لها لا والنبي ابوس ايدك ما تكمليش عليه، انت خسيتي خالص، هتروحي فين تاني؟ انا كل ما بتفرج على حضرتكم انا ببقى عايزه اطلب تاني، يعني خلاص يعني خسيت الوزن اللي انا عايزاه، فانا انا عايزه اخد تاني، كل ما بتفرج انا عايزه اخد حاجات كتير. حبيبتي حبيبتي والله نورتينا يا منى. كنت بتتابعي مع مين من الدكاتره؟ مع دكتور ايمي ودكتور شيماء و دكاترة. سلامي طبعا لكل الدكاتره حبايبنا ايمي ودكتور شيماء. ميرسي يا منى، ميرسي ميرسي على مكالمتك الجميله، شكرا. تقدروا تخسوا زي منا، نزلت مع كورس الوان سليم 20 كيلو في 3 شهور مع الدكاتره ومتابعه الدكاتره اللي طبعا بشكرهم شكرا جزيلا. طيب عايزه برضو اي حد يا جماعه عايز يدخل معانا مداخله، تقدروا من خلال الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه تدخلوا وتقولوا اي استفسار ليكم. طيب عايزه برضو اكلم حضراتكم بقى على حاجه، نقطه مهمه قوي. في ناس تقول لي طيب انا دلوقتي عندي مشكله ان انا بحب اكل حلويات، انا ما عنديش مشكله في الاكل العادي، يعني العيش والرز والمكرونه ما بحبوش او ما بحسوش ان هو ممكن يستهويني قوي في الاكل، انا كل مشكلتي في السكر والحلويات، وهو ده اللي بيتخني، طب ايه الحل؟ هنا بقى بقول لكم يا جماعه ان الحل لازم تاخدوا كبسولات الوان بيرفكت اللي هي العلبه الخضراء مع كبسولات الوان سليم. اللي بياكل حلويات كتير بتاخدوا، انا هديكم زي روشته دلوقتي سريعه كده،
قبل العيد علشان تمشوا على الحاجات اللي بقول لكم عليها دي هتخسوا عليها. الناس اللي بتاكل حلويات كتير هتاخدي كبسوله الوان بيرفكت اللي هي العلبه الخضراء مع العلبه البيضاء اللي هي الوان سليم. الناس اللي بتاكل بقى العكس نشويات كتير مشكلتها مش في الحلويات، ما بحبش الحلويات انا بحب الرز والعيش والمكرونه، طيب هتاخدوا ايه؟ لازم اساسيه تاخدوا كبسولات الوان سليم اللي هي العلبه البيضاء مع كبسولات الوان بيرفكت اللي هي الوان فيت اللي هي العلبه الحمراء. بتاخدوا كبسولات الوان سليم العلبه البيضاء مع كبسولات الوان فيت العلبه الحمراء للناس اللي بتحب اكل النشويات. طيب الناس يا جماعه اللي حرقها ضعيف هديكوا روشته ليها، ان انا ما باكلش كتير بس بلاقي نفسي بتخن، طب الحل هنا ايه؟ بتاخدي كبسولات الوان بيرفكت اللي هي العلبه الخضراء مع كبسولات الوان فيت اللي هي العلبه الحمراء، دي مهمه جدا هتزود معاكي الحرق جدا. طيب دلوقتي يا جماعه تقدروا تطلبوا الكورس لانه لاول 100 متصل بس الخصم 60%، الكورس هيطلع 101 هيطلع من غير خصم. طيب ازاي تقدروا تكلموا الدكاتره وتطلبوا كورس الوان سليم قبل نفاذ الكميه وقبل ما العرض يخلص؟ من خلال الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه، نفس الارقام عليها واتساب وكمان صفحات الفيسبوك تقدروا تبعتوا لهم على رسائل الصفحات. طيب عايزه بقى اتكلم معاكوا على كبسولات الوان بيرفكت اللي هي العلبه الخضراء اللي هي دي، تمام؟ العلبه الخضراء دي يا جماعه لو جيتوا عملتوا كده العلبه هتلاقوا فيها علم بريطانيا ومكتوب تحتها ميد ان انجلاند ان هي مصنوعه في بريطانيا. الكبسوله بتبقى لونها اخضر وبيبقى فيها ماده اسمها مستخلص نبات الكونجاك روت، او ده نبات ياباني يا جماعه اسمه نبات الكونجاك. ده بيعمل ايه؟ مستخلص نبات الكونجاك ده بنسميه صيدليه متنقله، يعني ايه؟ يعني بيبقى ليه كذا فايده، مش بس بيسد معايا الشهيه، مش بس بيخسس، مش بس بيعلي معايا الحرق، لا ده فيه بقى فوائد ثانيه عشان كده بنسميه صيدليه متنقله. بيحسن عمليه الهضم جدا، الناس اللي بيجي لها حموضه، الناس اللي بيجي لها عسر هضم بكبسوله الوان بيرفكت هتعالج المشكله دي تماما عشان نبات الكونجاك روت بيعالج وبيحسن الهضم. طيب نفس الحاجه نبات الكونجاك روت بيظبط نسبه السكر والكوليسترول في الدم. الناس اللي تقولك انا بعمل دايت وسكري بيقل على طول لما بعمل دايت فممكن يغمى عليا، مش هيحصل لك ده اطلاقا مع نبات الكونجاك روت اللي في كبسولات الوان بيرفكت. طيب الناس اللي الكوليسترول عندها عالي او الدهون الثلاثيه عندها عاليه مش هيحصل لك ابدا ان الكوليسترول يعلى مع كبسولات الوان بيرفكت. طيب كمان نبات الكونجاك ده فيه ميزه مهمه قوي انه بيعالج كمان وبيحسن جدا من التهاب المفاصل. اغلب الناس اللي بيبقى عندهم وزن جامد يا جماعه او وزن تقيل مفاصلهم دايما بتبقى تعباهم، فبكبسولات الوان بيرفكت اول ما واحده تكلمني تقول لي انا عظمي بيوجعني ستوب، الكلمه دي على طول معناها كبسولات الوان بيرفكت على طول، فاديها على طول وان بيرفكت من قبل اصلا ما اسمع بقيه الكلام. انا مهم ان انا اعالج المشاكل اللي عندكم اللي كمان مصاحبه للسمنه مش السمنه بس، فعشان كده كبسولات الوان بيرفكت بيبقى فيها نبات الكونجاك روت اللي هو نبات ياباني بيعالج من التهاب المفاصل لان في مواد مضاده للالتهاب فبتعالج التهاب المفاصل. طيب كمان كبسولات الوان بيرفكت فيها برضو ميزه حلوه قوي، بتقوي المناعه وبتحافظ على صحه شعري وبشرتي، وده السبب اللي قلت لكم عليه في مكالمه منى اللي فاتت، قالت لك انا وشي كان احلى، انا وشي كان تحفه، وشي كان فيه نضاره وحيويه، ليه؟ علشان وانا باخد الكورس، ليه؟ علشان كبسولات الوان بيرفكت بيبقى فيها فيتامينات ومعادن ومضادات اكسده بتعالج طبعا وبتدي نضاره وحيويه للوش وبتعالج تساقط الشعر. معانا سوما، يا سوما. الو، ازيك يا سوما؟ الله يسلمك، عامله ايه يا دكتوره؟ ايه الاسم الجميل ده؟ الاسم الجميله والله. حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله والله بخير. الحمد لله، قولي لنا يا سوما استفسارك. انا كنت قاعده اتفرج على التلفزيون عادي. ايوه. لسه قاعده اتفرج، ابقى اجيب يا اولاد ولا ما اجيبش؟ اجيب ولا ما اجيبش؟ لا قلت انا هعمل تجربه. ايوه. جبتي كورس الوان سليم. ايوه. حلو. خسيتي عليه قد ايه؟ بصي انا على طول بقول لك خسيتي عليه قد ايه ببقى واثقه من كلامي. اول اسبوع خسيت 5 كيلو ما كنتش مصدقه. ما شاء الله ما شاء كل الله. كل شويه كل يوم. سؤال بقى يا سوما، خسيتي في اول اسبوع 5 كيلو، هل اتحرمتي من الاكل؟ هل انت كنت عامله دايت؟ لا، الدكتوره ليلى قالت لي افطاري بيض وكل حاجه. بتاكلي كل الاكل بس بكميات اقل. قليله خالص. الكبسولة بقى اللي بتعمل معاكي كده، مش كده يا منى؟ مش كده يا سوما؟ ايوه. مش قادرة اكل اصلا. ايوه. انا كنت باجي اكل باكل كتير. اه.
دلوقتي لقيتي نفسك انت شبعانه من جوه ومش قادره تزودي في الاكل زي ما كنت متعوده زمان. والله ما قادره. الحمد لله. مش قادره خالص. يعني باجي اخد الكبسوله واخد كوبايتين ميه اجي افطر مش قادره افطر مش قادره. انت عارفه ده اللي بيحصل امتى كمان يا سوما؟ لما بتعملي عمليه تكميم معده. ما هو التكميم اصلا ايه؟ التكميم بيعتمد على انه بيصغر معدتك تمام؟ فتلاقي نفسك الاكل مش قادره تاكليه، فانا بعمل نفس اللي بيعمله التكميم في كبسوله. فعشان كده بقول لكم ان كورس الوان سليم هو بديل العمليات الجراحيه، بديل تكميم المعده من الاخر، بس من غير ما ندفع فلوس كتير ومن غير ما نتعرض لمخاطر العمليات الجراحيه. لا لا ده سعره جميل خالص وعاملين خصم جميل وهم ناس جميله وانا ما كنتش مصدقه اصلا، بس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جميل. الحمد لله بشكرك يا سوما. كل اللي يشوفني. ايوه قولي لي. لا ده انا عايزه ابقى معاكي طول المكالمه تحكي لنا. يلا طلبت كورسين كده رجلين. ايوه ايوه كل الناس. انا عايزه اقول لك كل الدكاتره بيحكوا لي بيقولوا لي احنا ثلاث ارباع المكالمات اللي بتجي لنا اصل انا عايزه اخس زي ما فلانه جارتي خست، اصل انا عايزه اخس زي ما فلانه صاحبتي خست، اصل انا عايزه اخس زي ما اختي خست، فكله بيبقى دايما معاه حد مجرب الكورس. تمام. مرسي يا سوما، شكرا لاتصالك وشكرا يعني لحلاوه وجمال صوتك، يعني بشكرك شكرا جزيلا. طيب عايزه برضو انوه لحضراتكم على حاجه مهمه جدا، الناس اللي عايزه تخس على كورس الوان سليم وتقول لي انا هاخد كورس الوان سليم وهخس عليه بس عايزه حاجه عايزه اكرره مثلا بعد شهر او شهرين او ثلاثه، بقولها دايما انت وصلتي الوزن المثالي خلاص، احنا ما دام وصلنا لنقطه الوزن الكويس اللي انت راضيه عنه خلاص كده شكرا مش عايزين حاجه تاني. فدايما بنقول احنا مش هدفنا ان احنا نبيع ونطلع وخلاص، لا احنا هدفنا ان انتوا تبقوا راضيين عن نفسكم رقم واحد، وان انا اوصلك للوزن المثالي رقم اتنين. تعالوا نشوف مع بعض الحالات اللي خست مع كورس الوان سليم وصورهم، ويلا بينا نشوف اول صورة. يلا فرحونا بقى، انا بحب الفقرة دي قوي عشان بحس بالانجاز اللي محققاه كورس الوان سليم مع حبايبي. طيب معانا هنا يا جماعه استاذ ايهاب نزل 27 كيلو في شهرين ونص، اخذ في الشهرين كورس الوان سليم، خد كبسولات الوان سليم وكبسولات الوان فيت، والنص شهر خد فيها كبسولات الوان بيرفكت، ومكمل لسه اسبوعين كمان وصل نزل من وزنه 27 كيلو. بشكرك طبعا يا استاذ ايهاب، طبعا ده كان تحت متابعه دكتور ندى، بشكرك يا دكتور ندى. تعالوا نشوف الحاله بتاعه دكتور هايدي يا جماعه. ايوه هي دي ولاء. ولاء نزلت يا جماعه مع دكتور هايدي 18 كيلو في شهرين، نزلت الشهر الاولاني 10 كيلو، الشهر الثاني 8 كيلو، كانت بتاخد كبسولات الوان سليم وكبسولات الوان فيت، وماشيه دلوقتي مع دكتور هايدي في التثبيت مع كبسولات الوان بيرفكت في الشهر الثالث. نشوف حاله دكتور جهاد. يلا بينا دكتور جهاد. طبعا نزلت استاذ مدحت 37 كيلو في اربع شهور. طبعا استاذ مدحت كان عنده مشكله انه ما كانش بيلاقي لبس يدخل فيه او يجي مقاسه، فالمشكله انه كان بيدور يقول لك انا ممكن افضل عشان اشتري لبس عيد ولا لبس مناسبه من السنه للسنه افضل انزل قبلها باسبوعين لدرجه اني بزهق وبيجي لي اكتئاب. فالحقيقه كلم دكتور جهاد من الفريق الطبي وقدر ان هو قدرت ما شاء الله تنزله وتوصله للوزن المثالي. دلوقتي يقول لك كل فلوسي رايحه على اللبس، انا ما بعملش حاجه غير ان انا بشتري لبس. فتقدروا دلوقتي كلكم تخسوا زي كل حالاتنا اللي بتخس مع كورس الوان سليم، النتائج رائعه، النتائج الحقيقه فوق الممتازه من خلال الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، دي ارقام دكاترتنا تقدروا تتصلوا بيهم وتطلبوا الكورس المناسب ليكم، هم كمان هيرشحوا لكم الكورس المناسب ليكم والمناسب لكل حاله بتتصل. طبعا بيكون في متابعه مجانيه مع الكورس مره كل اسبوع مجانا، وكمان يا جماعه بيكون معاكم الشحن والتوصيل مجانا لكل محافظات مصر. العروض بتاعتنا يا جماعه معانا اول حاجه الكورس المكثف عليه خصم النهارده 60%، 60% النهارده على الكورس المكثف، بتاخدوا علبتين وان فيت،
علبه وان سليم، علبه من الوان بيرفكت، وبتاخدوا هديتين كريم شد الترهلات مع الفيتامين. معانا كورس الثلاث شهور العادي اللي لسه مكمل معانا عليه خصم 50%، بتاخدوا علبه من كل لون، علبه وان سليم، علبه وان فيت، وعلبه وان بيرفكت، ومعاكوا هديتين كريم شد الترهلات مع الفيتامين. معاكوا كورس الشهرين عليه خصم 40%، بتاخدوا علبه وان سليم وعلبه وان فيت، العلبه البيضاء والعلبه الحمراء، وبديكوا هديتين كريم شد الترهلات مع الفيتامين. وكورس الشهر مكمل معانا عليه خصم 30% على كبسولات الوان سليم العلبه البيضاء، وبتاخدوا هديه الفيتامين هديه. طبعا الناس اللي تقول لك انا مكسله اتصل، طب اعمل ايه؟ عندكم واتساب للارقام دي، وصفحات الفيسبوك هتتعرض قدام حضراتكم على الشاشه، تقدروا كمان تبعتوا للدكاتره. بس انا كحنان يعني افضل ان انتوا تتصلوا بالدكاتره وتتواصلوا معاهم تواصل مباشر عشان تلحقوا العرض، لان العروض اللي قلتها دي كلها من اول 100 متصل بس. في ناس تقول لك انا عايزه الكورس المكثف، وللاسف الكورس المكثف بيبقى خلص، ال 100 اوردر طلعوا او ال 100 كورس طلعوا، فبضطر اديهم الكورس الثلاث شهور اللي عليه خصم 50%. بعد شويه كورس ال 50% بيخلص، كورس الثلاث شهور بضطر اديله الكورس الشهرين اللي عليه خصم 40%، لان كل الكورسات لاول 100 متصل بس. فاتصلوا دلوقتي عشان تلحقوا قبل نفاذ الكميه. طيب عايزه اتكلم بقى مع حضراتكم على كريم شد الترهلات. مهم قوي ان انتوا تبقوا عارفين كريم شد الترهلات ده بيعمل ايه. ازرق لون اللي انا لابساه، امبارح كنت لابسه احمر مع كبسولات الوان فيت، النهارده ازرق مع كبسولات مع كريم شد الترهلات. بصوا بقى، كريم شد الترهلات ده بيبقى عباره عن زيت القرفه، زيت الجنزبيل، كافيين، كمان بيبقى عندك كولاجين، وكمان فيتامين اي. طب الحاجات دي بتعمل ايه؟ هدفها ان هي تحرق الدهون الطبقه السطحيه اللي تحت الجلد على طول، فيحصل نحت الجسم، وسطي يترسم، دراعي يترسم، الارداف يبقى شكلها حلو، ده مع كريم شد الترهلات. طيب بندهنه امتى؟ بندهنه مره واحده قبل النوم على المكان اللي انت عايزه تخسسيه، البطن، الدراعات، الارداف، سمنه الرجل، الحاجات دي كلها. طيب معانا كمان يا جماعه كبسولات الفيتامين اللي هو فيتامين د، بتاخدي كبسوله بعد وجبه الغداء مباشره علشان هتقدري ان انت تعلي معاكي نسبه الحرق، فبالتالي اخس بسرعه جدا، لان فيتامين د بيدوب الحرق وبيدوب في الدهون. تعالوا نشوف مع بعض صور لريفيوهاتنا او المحادثات اللي بتتم ما بين الدكاتره وما بين حالاتنا الجميله اللي بتخس معانا. تعالوا نشوف اول ريفيو، يلا بينا. تعالوا اول ريفيو مع دكتور مين يا جماعه؟ دكتور جهاد، يلا بينا. طبعا هنا الريفيو هي نزلت مع دكتور جهاد 20 كيلو في اقل من شهرين ونص، ما شاء الله. كانت 105 بقت 85، وموجود طبعا قدام حضراتكم الريفيو على الشاشه. نشوف الريفيو الثاني مع دكتور سجده. الحاله طبعا نزلت 21 كيلو في شهرين مع دكتور سجده، ما شاء الله. والريفيو طبعا او الكونفرزيشن او المحادثه ما بينكم ما بينهم قدامكم على الشاشه، كانت 130 وبقت 109. طيب تعالوا نشوف الريفيو اللي بعده مع دكتور سجده، مع دكتور ملك. نزلت الحاله 15 كيلو في شهر، ما شاء الله. كانت 84 بقت 69، وعلى فكره خدت الحاله دي خدت كورس المكثف اللي نزلها 15 كيلو في شهر، تمام؟ كان الشهر اللي فات. طيب عايزه برضو انبه حضراتكم على حاجه مهمه جدا، انه الناس اللي عندها يا جماعه العكس بقى، اللي عايزه تزيد في الوزن، اوقات كتير حد يجي لي يقول لي يا دكتور حنان انا مشكلتي العكس، انت على طول بتتكلمي على الناس اللي عايزه تخس، طب انا عايزه اتخن. ناس نصحتني اكل مفتقه، ناس نصحتني اكل حلويات كتير، ناس نصحتني اكل شوكولاتات كتير علشان اتخن، هل ده صح؟ لا طبعا. اي حد يا جماعه عايز يزيد في الوزن، اوعوا 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 كمان مره تاكلوا حلويات او تاكلوا مفتقه او الحاجات اللي احنا بنسمع عليها دي. ليه؟ لانك انت لما بتاكلي حلويات كتير انت بترفعي سكر الدم مره واحده للبيك بتاعته او للقمه بتاعته، فايه اللي بيحصل؟ بعد الشهر ممكن يجيلك السكر، ممكن يجيلك ارتفاع في الكوليسترول والدهون الثلاثيه في الدم، ممكن يجيلك تبقي اكثر عرضه لامراض الضغط، لامراض مقاومه الانسولين. طب ليه انا اعمل في نفسي كده؟ طب ما انا عندي كورس الاركس جين، ده كورس امن تماما علشان ازودكم في الوزن بشكل صحي. طب هيزودني في الوزن ازاي؟ الكورس كله مكونات
معادنات طبيعيه، احماض امينيه، بروتينات اساسيه لزياده الوزن. زي ايه؟ زي المالتودكسترين، زي فيتامين اي، زي فيتامين سي، زي الزنك، زي الحديد، زي بروتين كازين اللبن. الحاجات دي كلها بتزود في الوزن بشكل صحي، وده اللي انا عايزاه، ان انا ازودك في الوزن بشكل صحي من 8 ل 10 كيلو في الشهر الواحد، وهتزيدي وانت بصحتك، هتزيدي وانت بعيده تماما عن الضغط والسكر والقلب والامراض اللي ايه بتزود الوزن نتيجه للاكل الكتير. طيب في ناس تقول لي انا ما باكلش كويس، انا عندي سوء تغذيه، انا وزني كويس بس عندي مشكله ان انا ما باكلش كويس، او بنتي صغيره سنتين او ثلاث سنين ما بتتغذاش كويس، ما بتاكلش خالص، ما ببقاش عارفه اديها ايه. فهنا بقول لهم لازم تاخدوا كورس الاركس جين علشان يعالج نقص التغذيه، وعشان يعالج سوء التغذيه، عشان يعالج نقص الحديد. الناس اللي ضوافرها بتقع، الناس اللي تلاقي ابيض كتير في ضوافرها او شعرك بيقع، ده بيبقى نقص حديد. طب اخد الحديد ازاي؟ مع كورس الاركس جين. الاركس جين بيعالج كمان نقص التغذيه او سوء التغذيه ونقص الحديد، لانه في حديد كتير جدا بمكون اساسي، في عندي زنك، في عندي فيتامين اي، في عندي فيتامين سي. طب شكل الاركس جين ايه؟ زي ما عودتكم لازم اجي بالمنتجات، هو ده شكل الاركس جين. تمام. طيب الاركس جين عباره عن اكياس، تمام، بطعم الشوكولاته، بتدوبوها في كوبايه ميه وبتتشرب بعد الفطار على طول. طيب بتبقى بطعم الشوكولاته، يعني الاطفال من سن سنتين يقدروا ياخدوا الاركس جين من غير اي تعب، مش هتجري ورا الولد عشان ياخد الدواء، مش هتجري ورا بنتك عشان تاخد الدواء، لا، ده بطعم الشوكولاته، طعمه حلو جدا والاطفال بيحبوه قوي. وينفع كمان لكبار السن، الناس اللي هم مش بياكلوا كويس وهم كسرين ال 70 وال 80 سنه، وتقول لك انا مش نفسي اكل، كيس واحد من الاركس جين هيديك التغذيه اللازمه طول اليوم، التغذية اللازمة الأساسية ليكي طول اليوم. طيب الأركس جين عليه عرض حلو جدا، بتاخدوا علبتين عليهم خصم 50%، وبتاخدوا العلبة التالتة مجانا. فعشان كده بنقول انه تقدروا كمان تطلبوا الأركس جين من خلال الأرقام اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة، والعرض ده لأول 100 متصل بس. طيب تعالوا نشوف مع بعض بقى نقطة تانية مهمة. الناس يا جماعة اللي بتعاني من تساقط الشعر، اللي بتعاني من المزاج اللي مش أحسن حاجة، اللي بتعاني من إن وشي فيه تجاعيد، وشي فيه غمقان، طب الحل إيه؟ كبسولات الوان بيرفكت دي اللي قلت لكم عليها، صيدلية متنقلة، هتعالج لك تساقط الشعر، هتدي نضارة وحيوية لوشي، هتقوي المناعة، هتحسن كمان من المود العام، لأن نبات الكونجا كروت اللي موجود في كبسولات الوان بيرفكت بيعالج المود العام اللي مش كويس، يعني بيحسن لك المزاج. تمام. عندي كمان مستخلص التوت البري، ده برضو بيحسن جدا جدا من المزاج بتاعي، يعني اكني زي ما بقول ايه، كلتي شوكولاتايه مثلا، شفتي انت مودك بيتحسن ازاي؟ نفس القصه مع كبسولات الوان بيرفكت اللي هي لونها اخضر. دلوقتي عشان يوصل لكم العروض كلها وتلحقوا قبل نفاذ الكميه، احنا معانا ثلاث عروض. اول عرض وده اقوى عرض، ده كورس المكثف اللي عليه خصم 60%، بتاخدوا فيه ايه؟ هو اللي قدامكم ده على الشاشه، بتاخدوا فيه كبسولات الوان سليم، بتاخدوا فيه علبتين من كبسولات الوان بيرفكت، وعلبتين من كبسولات الوان فيت، وبتاخدوا فيه علبه الوان بيرفكت كمان، بتاخدوا كريم شد الترهلات هديه، وبديكوا الفيتامين كمان هديه. اي حد هياخد الكورس المكثف النهارده هياخده بخصم 60% زائد الهديتين، وبديكوا هديه كمان ثالثه، بيكون متابعه مجانيه مع الدكاتره مره كل اسبوع مجانا، وهديه رابعه ان الشحن والتوصيل النهارده مجانا لكل محافظات جمهوريه مصر العربيه. طيب بالنسبه لكورس الثلاث شهور برضو لسه مكمل معانا، عليه خصم كام؟ 50%، بتاخدوا فيه ايه؟ هتاخدوا فيه كبسولات الوان سليم اللي هي العلبه البيضاء، مع كبسولات الوان بيرفكت واحده من العلبه الحمراء، مع كبسولات الوان فيت، يعني هتاخدوا دول. ده كورس الثلاث شهور اللي عليه خصم 50%، بتاخدوا هديتين كريم شد الترهلات مع الفيتامين، ده عليه كام؟ خصم 50%. طيب ناخد كورس الشهرين، كورس الشهرين بتاخدوا فيه كبسولات الوان سليم وكبسولات الوان فيت اللي هي العلبه البيضاء والعلبه الحمراء، ده كورس الشهرين، بديكوا برضو هديتين كريم شد الترهلات مع الفيتامين. طيب نيجي على كورس الشهر، بتاخدوا فيه كبسولات الوان سليم اللي هي دي، تمام، وبتاخدوا فيها هديه اللي هي الفيتامين. كبسولات الوان سليم طبعا بتاخدوها كورس الشهر، ده بيكون عليها خصم كام؟ خصم 30%، وبتاخدوا هديه اللي هي الفيتامين مجانا.
سواء طلبتوا كورس الشهر او كورس الشهرين او كورس الثلاث شهور او الكورس المكثف الست منتجات، هيبقى معاكم متابعه مجانيه مره كل اسبوع مجانا مع الدكاتره، كمان الشحن والتوصيل مجانا لكل محافظات جمهوريه مصر العربيه. الاركس جين عليه خصم النهارده يا جماعه، اللي بيزود الوزن من 8 ل 10 كيلو في الشهر الواحد، عليه خصم النهارده 50% على العلبتين، وبديكوا علبه كمان هديه. يعني تاخدوا علبتين بخصم 50% وبديكوا علبة كمان هدية لأول 100 متصل من خلال الأرقام اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. طيب عايزة بقى أكلمكم يا جماعة في نقطة مهمة قوي. في ناس تقولك أنا خدت أدوية معينة زي أدوية الاكتئاب مثلا، أدوية هرمونات منع الحمل، أو أدوية تنشيط المبايض لو الناس مثلا هتعمل عمليات حقن، سيدات هتعمل عمليات حقن مجهري، وزادت في الوزن على الأدوية دي، طب الحل هنا إيه؟ الحل هنا إنك لازم تاخدي كبسولات الوان سليم اللي هي العلبة البيضاء، مع كبسولات الوان فيت اللي هي العلبة الحمراء، مع كبسولات الوان بيرفكت اللي هي العلبة الخضراء. دي الروشتة للناس اللي خدت أدوية بزودتها في الوزن، من أهمها مضادات الاكتئاب والهرمونات بتاعة الحمل. طيب في ناس تقول لي انا عندي مشكله انه انا ابني عمره 14 15 20 سنه وعنده للاسف سمنه، وما بيعرفش يلعب مع اصحابه، ما بيعرفش يجري، اصحابه بينزلوا يلعبوا كره، هو بيبقى قاعد مش قادر ينزل ومش قادر يجري، ولو نزل ولعب معاهم بيبقى بطيء جدا ودايما بيتنمروا عليه ويقول لك انت اللي بتخسرنا. ودي حالات حقيقيه يا جماعه بتجيلي، وبيبعتوا لي رسائل بيقولوا لي كده. فطبعا الولاد بتبقى نفسيته وحشه جدا. طب ايه الحل هنا؟ الحل هنا انك لازم تبداي معاه بكورس الوان سليم. طب بالنسبه للاطفال، الاطفال من سن 12 سنه بتاخد كورس الوان سليم كله بمنتهى الامان بمنتهى الفعاليه، كبسولات الوان سليم، الوان فيت والوان بيرفكت. طيب الناس يا جماعه اللي بتقعد وقت طويل على المكاتب، اللي بتسوق لفترات طويله، الناس اللي على طول قاعده، بيحصل دايما دهون في منطقه البطن ومنطقه الارداف من القعده. طب الحل هنا ايه؟ بقول لهم لازم تاخدوا كبسولات الوان فيت اللي هي قنبله نسف الدهون اللي هي لونها احمر، مع كبسولات الوان سليم عفوا اللي بتسد معايا الشهيه لمده يوم كامل. طيب انا عندي كبسولات الوان سليم اللي هي العلبه البيضه دي بتسد معايا الشهيه لمده يوم كامل، وفي نفس الوقت كمان بتقلل امتصاص الجسم للدهون اللي موجوده في الوجبه. عندي قنبلة نسف الدهون اللي هي الوان فيت، الناس اللي عندها عايزة تخس دلوقتي، عايزة تخس فورا حالا، بتاخد من كبسولات الوان فيت اللي هي العلبة الحمراء. الناس بقى اللي عايزة تقوي مناعتها، الناس اللي عايزة تعلي معاها الحرق، الناس اللي عايزة تحسن من عملية الهضم، الناس اللي عايزة تحسن من صحة شعرها وبشرتها، بتاخدوا كبسولات الوان بيرفكت اللي هي العلبة الخضراء يا جماعة بعد قبل الأكلة بنص ساعة، مع كوبايتين ميه. دي اللي هي الصيدليه المتنقله اللي انا بقول لكم عليها. طيب بصوا بقى، في ناس تقول لي يا دكتوره حنان انا عندي بقى مشكله ثانيه. ايه؟ السيدات بقى تقول لي ايه؟ انا كان وزني حلو جدا، جيت اتجوزت تخنت شويه، بعد بقى ما خلفت ابني الاولاني تخنت قوي، بعد ما خلفت ابني الثاني ضربت، مش عارفه ارجع، اتصرفي ورجعيني زي ما كنت قبل الجواز. هنا بقول لها ما تقلقيش خالص، كل الستات اللي وزنهم زاد بعد الولاده وبعد الجواز هتقدروا دلوقتي تخسوا وترجعوا لوزنكم اللي كان قبل الجواز، من خلال طبعا كورس الوان سليم. هتاخدوا الثلاث منتجات، هتاخدي كبسولات الوان سليم العلبه البيضاء، كبسولات الوان فيت العلبه الحمراء، كبسولات الوان بيرفكت العلبه الخضراء. والنهارده احسن لك تاخدي الكورس الفعال اللي هو عليه خصم 60%، مش 50، 60%، وهديكي كمان هديتين كريم شد الترهلات مع كبسولات الفيتامين. طيب الناس اللي عايزه تحافظ على وزنها تقول لك ايه؟ انا خايفه لا اتخن في العيد، انا داخله بقى على عيد، داخله على لحم ضاني، داخله على حلويات وخايفه اتخن، اعمل ايه؟ هقول لك خدي كبسولات الوان سليم بس لوحدها. دي للناس اللي عايزه تحافظ على وزنها، هتاخدي كبسوله قبل الاكله بنص ساعه وتشربي وراها كوبايتين ميه، مش هتتخني من اي اكل تاكليه. طب الناس اللي عايزه تخس 2 3 كيلو 4 كيلو، بقول لك يا تاخدي كبسولات الوان سليم لوحدها هتخسيهم على طول في اسبوع، يا اما لو عايزه تاخدي تدلعي نفسك بقى وتحسني من صحه شعرك وصحه بشرتك واي بقى دهون في منطقه البطن في منطقه الارداف،
تاخدي معاكي كمان كبسولات الوان فيت اللي هي العلبه الحمراء. يعني تاخدي الاثنين دول تمام، وعليهم عرض دلوقتي حلو جدا، خصم 40% على العلبه البيضاء والعلبه الحمراء، كبسولات الوان سليم والوان فيت خصم 40%، وبتاخدي هديتين كريم شد الترهلات مع الفيتامين. طيب اي حد بيتابعنا دلوقتي تقدروا من خلال الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه تكلموا الدكاتره هيوصفوا لكم الدواء المناسب ليكم من خلال الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه، نفس الارقام عليها واتساب تقدروا برضو تبعتوا لهم على الواتساب، وطبعا صفحات الفيسبوك اللي ظاهره قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه. اخيرا قبل ما اختم، الناس اللي عندها سمنه موضعيه، ان بطني عندي بطن، عندي كرش، جسمي كله كويس جدا ووزنه حلو جدا بس عندي كرش، اعمل ايه؟ على طول قنبله نسف الدهون اللي هي الوان فيت على طول مع الوان سليم العلبه البيضاء، هتنسف لك الدهون في اقل من شهر اللي في الكرش. طب الناس اللي جسمها حلو جدا بس عندي دراعات، عندي مشكله، بعمل بقول لهم ايه؟ على طول تاخدي كبسولات الوان فيت اللي هي العلبه الحمراء مع كبسولات الوان سليم العلبه البيضاء مع كريم شد الترهلات، بتدهنيه على المناطق اللي عندك فيها سمنه بشكل عام، وبندهن الكريم ده مره واحده قبل النوم، وما تخافوش مش هيلزق ولا حاجه، الكريم سريع الامتصاص مش هيلزق معاكي، هيجيب نتيجه على طول تاني يوم. لو معاكي مازوره قيسي المنطقه اللي انت هتدهني عليها الكريم قبل ما تدهني الكريم، وبعدين ادهني الكريم، وتاني يوم قيسي بالمازوره محيط الحته اللي انت دهنتي عليها الكريم، هتلاقيها قلت سنتي 2 سنتي على حسب. للاسف وقت حلقتنا بيخلص، بس قبل ما اختم عايزه بس افكر حضراتكم بعروض كورس الوان سليم. معانا يا جماعه 4 عروض. اول عرض معانا عرض الكورس المكثف اللي عليه خصم النهارده 60% لاول 100 متصل، بتاخدوا فيه علبه الوان سليم، علبتين من الوان فيت، وعلبه كمان من الوان بيرفكت، ومعاكوا هديتين كريم شد الترهلات مع الفيتامين. معانا كورس الثلاث شهور مكمل معانا عليه خصم 50%، بتاخدوا علبه من كل لون، علبه من الوان سليم، علبه من الوان فيت، وعلبه من الوان بيرفكت، وبديكوا هديتين كريم شد الترهلات مع الفيتامين. كمان معانا كورس الشهرين اللي بيبقى عباره عن علبه من الوان سليم العلبه البيضاء، علبه من الوان فيت العلبه الحمراء بخصم 40%، وبتاخدوا هديتين كريم شد الترهلات مع الفيتامين. واخيرا معانا كورس الشهر عليه خصم 30%، بتاخدوا فيه كبسولات الوان سليم بخصم 30%، وبتاخدوا هديه معاه الفيتامين. صوروا الارقام، تقدروا حتى بعد ما تخلص الحلقه تكلموا الدكاتره وتطلبوا الكورس والعروض بتاعتنا، وان شاء الله هيردوا عليكم. بشكركم شكرا جزيلا، خلصت حلقتنا ومكملين معاكم بكره ان شاء الله، وبشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، والسلام عليكم.